السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل وياكم أو درسنا اليوم حول الفكتور إيكويجن. نكمل محاضرة السابقة وعدنا راح نأخذ وياها اللينير كومباينيشن. شنو يعني الفكتور إيكويجن؟ طبعا أساسها إحنا نريد نوصل للفكتور إيكويجن أساس شغلنا، بس خلنا نعرف أول مرة شنو هو اللينير كومباينيشن. مو كومباينيشن، كومباينيشن بالبي مو بالبي. المهم اللينير كومباينيشن هو التركيب الخطي. شلون يعني تركيب الخطي؟ احنا شرحنا، طبعا انا اعطيت مقدمات معينة بالبداية انه كل متجه، طبعا اذا ما شايف المحاضرات السابقة ما تفيدك، كان المحاضرة ترجع من البداية، انه كل متجه مائل مكون من متجهات اثنين خطيات، وذني متجهات اثنين خطيات سميناهن البيس اللي هو الاساس. اعطيت انا بالبداية كمحاضرة مقدمة شاملة عن الجبر الخطي حتى من السولف، يعني انا ادري المحاضرات ما راح تلحق عليها بعض الطلاب، وعدت امتحانات فاحتاج اعطي بعض الامور البسيطة حتى الطالب شنو، حتى اذا ما لحق على المحاضرات من يقرا يفهم شنو الوضعية. هسه راح نربط علاقة محاضرتنا باللي يعني راح نربط الفكتورز بمن بالاكويجن عن طريق اللينير كومباينيشن. يقول انت اذا عندك متجهين، يعني اذا عندي متجهين، خلينا نقول بال2D عندي متجهين او بال3D، اريد نقول هل ان هذا المتجه ممكن اكتبه كلينير كومباينيشن من المتجهات الاخرى؟ يعني شلون؟ يعني اريد نقول انه انا عندي مثلا المتجه الاول خلينا نقول V1 والمتجه الثاني V2 وعندي متجه خلينا نقول U، اريد نقول هذا اليو نقدر نكتبه كتركيب خطي من ذني البقية، يعني اليو هل أقدر أنا أضرب عدد أول C1 بالV1 زائد C2 أو خلينا نسميها X1، هذا سكيلر الX1، يعني عدد V1 زائد X2 V2 هذا إيش راح نسميه؟ هذا راح نسميه الوي، خل أبعدها لهنا، هذا راح نسميه الوزن. هذا ايش راح نسميه؟ الوزن هو ثابت، عدد حقيقي ثابت حاليا ناخذه، فايش راح نسميه هنا؟ راح نسميه عندي الوزن. يعني شنو الوزن؟ يعني انه اليو عندي هنا جايتني من في بنسبه معينه زائدا في، يعني V1 بنسبه معينه زائدا V2 بنسبه معينه. اذا قدرنا نكتب اليو بدلاله هذا بدلاله V1 بدلاله V2، فنقول اليو هو تركيب خطي من ذني المتجهين او ذني المتجهين مولداته مساوياته، فهذا هو شنو؟ هذا هو عباره عن التركيب الخطي. زين، احنا هنا تجي عندنا الشغله من يجي بالامتحان وينطيني مثلا فكتر ويعطيني اياه فكتورين، يقول شوف هن اللي يذني ينكتبن كتركيب خطي لو ما ينكتبن كتركيب خطي، انا شلون راح اعرف انه هذا ممكن ينكتب كتركيب خطي او لا؟ خلنا ناخذ اكزامبل. وش حكي؟ ناخذ اكزامبل نقول ليش عندنا، طبعا مطينا ثلاث متجهات، هو مطينا ثلاث متجهات وهي هاي اللي راح نسميها الفكتور ايكويجن. نقول له هل يمكن، راح اكتبها بالعربي سؤال، هل يمكن كتابة المتجه B كتركيب خطي من المتجهات الأول A1 وA2؟ خوش حكي، علامة استفهام، بحيث أن الA1 منطيني إياه هو كواحد سالب اثنين سالب خمسة، تطلع A2 شي يساوي لي اثنين بخمسة بستة، والبي اللي نسأل عليه هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن سبعة أربعة سالب ثلاثة. طبعا هنا مطين متجهين ما لنا علاقة بالنظام، هنا لا جاي نقصد بيس ولا جاي نقصد مولده، صورة بسيطة جدا هنا مطين اياها. يقول احنا شو نريد يابا؟ احنا نريد نشوفك هل يمكن كتابة البي كتركيب خطي من ذول الجماعة؟ يعني شو نريدنا؟ نقول له الحل، يعني احنا راح نسوي يسموها فكتور ايكويجن، معادلة بس المتغير بيها شنو هو؟ يعني معادلة بس الاكس ما او معادلة بس تحتوي فكتر، معادلة عادية بس تحتوي فكتر بداخلها، فكترات، فكتر كيب خطي. يعني هل يمكن كتابة البي
كتركيب خطي طبعا مو تنسون، هذا هو الاي 1 نفسه، هذا هو الاي 2 نفسه، هذا هو البي نفسه، صارت ايكويجن بيها فيكتور، شي يسمونها فيكتورز ايكويجن اللي هي معادله فيكتورات. هذا صار سيستم معادلات. حلو، اذا فيكتورات صارت معادله فيكتورات، انه بشرح يصير عندي نظام معادلات، واحنا هسه ربطنا ربط الشغل مالتنا، صارت نظام معادلات خطيه. نظام المعادلات الخطيه اذا حليناه سواء بقاوس اليمينيشن حذف قاوس، او حليناه بيسمونه بالاشلون فورم ريدوست اشلون فورم اللي اخذناه، كله المهم حل النظام. اذا لقيت حل النظام والنظام سولبل يعني قابل للحل، فيمكن كتابتك تركيب خطي ونقول له تفضل لان الاعداد اللي كتبنه. واذا ما لقيت حل النظام والنظام مو سولبل، اذا لا يمكن كتابتك تركيب خطي من ذني الفكترات الاثنين. فهسه القضيه سهله عندي، اذا احنا هسه راح نضرب مثلا الاكس 1 بالاكس 2 راح نبسطها، مو نبسطها وانما نحولها، فراح يصير عندي هنا عندي اكس 1 هنا سالب 2 عندي اكس 1 وهنا سالب 5 اكس 1 هيك راح يصير فكترات زائد الفكتر الثاني 2 اكس 2 5 اكس 2 6 اكس 2 وهذا ايش راح يساوي لنا الرجل هنا راح يساوي لنا 7 4 سالب 3 خوش حكي صار عندي هيك نظام. فنقدر نحوله معادلات يعني مباشرة كل واحد معادلات، ونقدر من هذا السيستم يعني نشيل هذا ونشيل هذا ونجيب البيل هنا، نقول اصلا نقدر نحصل على argumented يعني هسه مباشرة اذا نريد نحوله يعني هذا زائد هذا يساوي هذا، هذا زائد هذا يساوي هذا، هذا زائد هذا يساوي، تلاحظ هاي فيكتور ايكويجن نقدر نحولها نظام معادلات اذا كملنا. خوش حكي، بس احنا ايش راح نسوي؟ لان احتمال نحتاج هواي بالصبوره، ايش راح نسوي؟ راح نطلع قبل من هذا النظام نطلع قبل يسمونه الاجمنتد ماتريكس سالب 2 سالب 5 وهنا نقول له 2 5 6 وعمود الثوابت النزله نقول له 7 4 سالب 3 صارت عندي شنو؟ هاي يسمونها الاجمنتد ماتريكس، اجمنتد ماتريكس هيك راح اختصرها. اذا لقينا حل ها شلون نلقى حل؟ راح نحول هاي الاجيومنتد ماتريكس راح احولها المن للاشولن ريدوست اشولن فورم، راح احولها قبل للريدوست اشولن فورم. خوش حكي، وراح نقوم بالخطوات مالتنا وراح نشوف هل يمكن كتابته كتركيب خطي لو ما يمكن كتابته كتركيب خطي مو الا ريدوست حتى لو بحذف قاوس براحتنا يعني مو شرط. فالخطوه هسه اللي راح نسويها احنا ايش راح نسوي؟ الاول راح ينزل 1 2 7 اوكي، راح شوي اريدكم تنتبهون وياي، واذا اخطا قولوا لي بس راح يظل خطا لي ما تلحقون قولوا لي. راح نجمع نضرب باثنين ونجمع، فهذا راح يصير عندي صفر يعني هذا نضربه في اثنين ونجمعه ونبقي هنا، فاثنين في هذا يطلع 4 يطلع هنا عندي 9 واثنين في 7 14 فايش يطلع عندي 18 اوكي، وهذا انتهينا. هسه نضرب في 5 ونجمع 5 في هذا العدد وصار عندي 0، 5 في هذا 10 و6 راح يصير 16. خوش حكي، 5 في هذا راح يطلع عندي 35 وسالب 3 يطلع عندي 32. هاي خلصنا منين؟ خلصنا من العنصر الاول. زين، اللي وراها ايش راح نسوي؟ راح نقسم هذا على اليمن على يعني يلا قدرت تختصر امسح خطوه بس لا ماكو داعي على اليمين. ايش راح نسوي هسه؟ احنا راح نقسم هذا فد نوب، راح نقسم هذا على 9 وراح اقسم انا هذا على اليمين على 16. ايه ما عندي مشكله اقدر اقسم براحتي يعني ما حد يقول لي انت خطان. فهنا راح يتحول عندي هذا هيجي 1 2 7 وهذا راح يصير عندي 0 ويبقى عندي هنا ايش قد يبقى عندي اذا قسمنا؟ يبقى هنا عندي على 9 1 وهذا يبقى ب 2 اوكي، وهذا عندي اذا قسمته على 16 هذا يبقى عندي 1، وهاي ايش قد قيمتها راح تصير هنا عندي؟ راح تصير قيمتها 2. حلو، 1 1 2. شوفوا المشكله اللي راح تصير عندي انه شنو؟ انه ذني اللي السطرين الاخيرات يعني تقدر تقول تقريبا مشابهات، ذني اخر سطرين مشابهات. اذا سطرين عندي مشابهات يعني هسه من اضرب في سالب هذا يصفر، فالمشابهات انا اقدر اخذ بس واحد من عتين اشتغل بيه، نعوفه هذا ما عندنا بي اي مشكله. فهسه ايش طلعت عندي؟ طلعت قيمه الاكس 2 مباشره قيمه، طبعا هذا متكرر، اذا متكرر ما لي علاقه بي لان انا راح اصفره
هسه راح اقول له اضرب هذا في سالب واجمع ويا هذا، راح يبقى عندي 1 2 7. وش راح يبقى عندي؟ راح يبقى عندي هنا 0 ب1 ب2، وهنا ايش راح ابقي؟ هذا راح يصير 0 ب0 ب0 لان ضربت في سالب 1 هنا وجمعت ويا هذا فصفر، فبقى هذا 0 0 خيوي اللي ما لنا علاقه به. اوكي، انا عندي طبعا ال3 انا ما احتاجها، يعني اكس 3 انا ما احتاجها، يعني ما عندي، يعني هن اكس 2 كافي علي، معادلتين كافيات. فتلاحظون الاخيره طلعت اصلا ما احتاجها، يعني فاحتاج بس معادلتين فقط. فهسه مبينه عندك الاكس 2 راح تساوي لي عندي 2، خوش حكي. والاكس 2 اذا ساوت عندك 2 طبعا نروح وين؟ طبعا اقدر اطلع الاشياء، خلينا نكمل، وعدتكم بالاشياء الفورم، خل اطلع لكم الاشياء الفورم. ايش راح نسوي هسه بعد وراها؟ راح نضرب هذا في سالب 2 ونجمعه ويا هذا. اوكي، فراح نضرب هذا في سالب 2 ونجمعه ويا هذا، ايش راح نحصل؟ راح نحصل الاتي. طبعا هذا يبقى 1 ب0 ب0 ما لنا علاقه به. سالب 2 في هذا، هذا راح يصفر، طبعا هذا باقي 1. و سالب 2 في هذا يطلع عندي سالب 4، زائدا هذا يطلع عندي موجب 3، وهنا ايش يطلع عندي؟ يطلع عندي العدد 2، وهنا 0 وهنا 0. فتلاحظون هنا ما عندي بيها اي مشكله، صارت عندي واضحه جدا القضيه. اوكي، انه صارت عندي الاكس 2 هي عباره عن شنو؟ مباشره تساوي 2، والاكس 1 صار عندي مباشره شي يساوي؟ يساوي 3. خوش حكي. يعني المفروض هسه احنا اذا جبنا الاكس 1، خوش حكي، يعني اذا جبنا الفكتور الاي 1 اللي هو 1 سالب 2 بسالب 5، خوش حكي، هذا الاي 1، هذا فكتور الاي 1، وجبنا فكتور الاي 2 اللي هو 2 ب5 بعندي هنا ايش قد؟ 6. اوكي، وعندي هنا هذا الفكتور هو عباره عن 7 4 سالب 3. اوكي، المفروض هسه طبعا ها بينات نجمع هنا، فالمفروض نقول اذا جبنا الاكس 1 اللي هو يساوي لي 3، وجبنا الاكس 2 هو شي يساوي، طبعا نكمل الحل، ما طول لقينا حل، لقينا قيمه الاكس 1 ولقينا قيمه الاكس 2، اذا راح نقول ان المتجه 2، المتجه هذا بي يمكن كتابته كتركيب خطي من المتجهات اي 1 واي 2، بحيث وزن الاي 1 هو 3 ووزن الاي 2 هو 2. وزن الاي 1 هو 3، وزن الاي 2 خل 2، خل بالله نشيك، 3 في 1 يطلع عندي 3، زائدا 2 في 2 4 يطلع 7، مضبوط. هذا يطلع عندي هنا سالب 6 و10 يطلع عندي موجب 4، هذا يطلع عندي سالب 15 او 6 او سالب 15 موجب 12 يطلع عندي سالب 3. اذا ممتاز، اذا هذا عندي الاي 1 وهذا عندي الاي 2 وهذا عندي البي. اذا ما طول لقيت، اذا هسه شنو سويت انا؟ يعطيني عده يعني عده متجهات، متجهين او 3، وش يطلب من عندي؟ يقول هذني اقدر اكتب كتركيب، هذا اقدر اكتبه كتركيب خطي من ذلك. نقول نعم، نجيب هنا نخلي هنا، نخلي وزن الاول وزن الثاني مجهول، نكون نسميها فيكتور ايكويجن. فيكتور ايكويجن من عندها ايش راح نحولها؟ راح نحملها نحولها الى لينير ايكويجن سيستم، يعني يعني نظام معادلات خطيه، اكوينتد يعني ماتريكس، راح احلها حسب حذف قاوس ريدوست، يعني الشولن ريدوست الشولن الشولن اي واحد من عندهم. المهم اطلع قيمه الاكس 2 والاكس 3، فطلع الاول وزنه 3 يعني ماخذ اكثر وزن، وال2 وزنه 2، فكل واحد له وزن، هاي نسميها وزن. يجوز انتم عندكم اول مره تسمعون بها ما يعتبرون وزن، بالفيزياء تفيد معنى كلمه وزن، مو ويت وزن، لا معناها ثقل اعتماد، معناها احنا هذا سواء واحد يقول له والله مثلا بالقسم مال الرياضيات دكتور فلان شنو وزنه بالقسم؟ اكو ناس مجاريد لا ياخذ ولا يعطي، ما له علاقه. واكو تلقى دكتور لا الى وزنه، الى وزنه، نقول فلان الى وزنه بحيث التدارح، اذا عندك مشكله هو يروح يحلها لك. ليش؟ يعني الى وزنه بالقسم، فهذا الفكتر الى وزن اكثر من هذا الفكتر في تكوين شنو؟ في تكوين هذا الفكتر. هاي بالنسبه لمن؟ للفكتر ايكويجن واللينير كومباينيشن. فهمنا شلون نثبت انه متجهين ممكن ان يسوون متجه. ها، هذا السيستم اذا ما لقيت له حل، اذا طلع انسولبل يعني غير قابل للحل، فنقول لا يمكن تكوين المتجه به من المتجهات اي 1 او اي 2. نلتقي وياكم درس اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.